يفكر فيها من حيث المبدأ. هو حضرتك بالنسبة لمعرض ديارنا ده، يعني هقول لحضرتك من سنين ومعرض ديارنا، احنا طبعا بنعمل معرض كبيرة في القاهرة، وبنعمل معارض في الساحل، بنقعد شهرين، شهر 7 وشهر 8، وبنعمل معارض في مختلف محافظات الجمهورية، منها الأقصر لسه شغالين أجازة نصف العام، وطبعا السياح هناك، وكمان طبعا في رحلات بتبقى من الطلبة بيستنوا طبعا أجازة نصف العام. والمعرض شغال حاليا وفي مختلف المنتجات، وطبعا المنتجات الخاصة طبعا اللي بتجذب السياح وبقى عليها إقبال جامد. وكنا لسه برضو شغالين في معرض في الغردقة في الممشى السياحي، ده كان في شهر 12، برضو كان مناسب مع أعياد الكريسماس وأعياد الأخوة الأكبار. والأجازات الكبيرة اللي بتتاخد في الأوقات دي من السنة، فبرضو بيبقى فيه عدد كبير طبعا من السياح، وبرضو بيساعد على تسويق منتجات الأسر. مش لازم بس في القاهرة، لا، في القاهرة بيبقى المعرض الكبير، وفي المحافظات طبعا كل محافظة بيبقى ليها شكل معين. طيب أستاذة ماجدة، احنا معانا النهاردة الخيامية، لكن ديارنا مسؤولة عن كافة الحرف اليدوية والتراثية اللي ممكن نكون من يعني احنا مش متابعينها قوي او مش عارفينها قوي. لو قلت لحضرتك اعرض لنا كده لأهم الحرف اليدوية والتراثية اللي بتكون موجودة في ديارنا. طبعا حضرتك لازم طبعا في البداية يعني هنقول وزارة التضامن الاجتماعي بتدعم الأسرة المصرية المنتجة، لأن هي طبعا إحدى مؤسسات الداعمة للأسرة اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا. وطبعا في الآونة الأخيرة توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ودكتورة معالي الوزيرة بزيادة المعارض ديارنا طبعا لتسويق المنتجات وفتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات العارضين. كمان بقى بالنسبة للمنتجات، احنا عندنا منتجات متنوعة ومختلفة بأيادي مصرية، وبصراحة يعني انا بقول عليهم فنانين وصنايعية، وبصراحة في جمال في المنتج. منها طبعا عندنا منتج الخيامية، كمان عندنا في منتجات أخميم، دي بتشتهر بها محافظة سوهاج. أخميم طبعا بتشمل مفروشات اللي هي كوفرتات حضرتك، الشيلان، الفرش بتاع الكنب، كله ده بيبقى من نسيج نول بإيد مصرية. طبعا بيتعمل على نول كده، أيوة، مش عارف. نول ده بيبقى عليه إقبال جامد جدا، وبصراحة يعني في الخارج بيشتهر بيه وبيحبوه، بيبقى مطلوب. كمان عندنا محافظة سوهاج بتشتهر كمان بالتل، الفساتين والشيلان وطبعا الخيط بتاعه الجميل اللي هو الفضي، بصراحة بيبقى قايم في اللبس وشيك، يعني بإيد مصرية بتشتهر بيه محافظة سوهاج. كمان عندنا في محافظة الشرقية بتشتهر بالعرائس الخشبية، وعندنا محافظة البحيرة بتشتهر بقرن الجاموس، وعندنا هنا بالخشب بالسرسوع. طبعا حضرتك ايه، معلش، عفوا، قرن الجاموس ده بيتعمل بيه انتيكات يعني؟ حضرتك زي تحف تحف، شفنا نماذج منه واحنا في معرض الكتاب، وبيصدر بره، مطلوب بره جدا في الخارج. وعندنا سينا، وعندنا سينا طبعا، منتجات سينا، الشيلان برضه، ده شيلان حضرتك طبعا، الغرزه معروفه، الغرزه الايتامين، الشيلان والعبايه السيناوي، وطبعا مشهوره طبعا سينا بمنتجاتها الاعشاب والتمور وزيت الزيتون. بنشوف منها صناعات برضه. ايوه حضرتك. وكمان في الشنط المطرزه في بسانتي كاترين، الستات في بيوتهم حضرتك بيطرزوا، يعني كل واحده بتبقى مثلا اللي بتخيط، اللي بتطرز تطريز. استاذه ماجده، الهدف من ديارنا دعم للمراه المصريه العامله من بيتها بطريقه يعني مدروسه، ومعمول لها كده جدول زمني انها هتشارك في المعرض ده في الوقت الفلاني من السنه، وبالتالي هي تقدر تخلص العدد كذا من الحرفه اللي هي شغاله فيها،
وتقدمه ليكم، التعامل معاكم بيكون ازاي؟ الآلية لو انا دلوقتي لسه ما دخلتش في ديارنا بس بقدر اعمل خيامية او بقدر اعمل شغل بالصدف او بالنحاس او ايا كانت الحاجة اللي انا بقدر اعملها كسيدة مصرية في اي حتة في محافظات الجمهورية؟ هو حضرتك دلوقتي اول حاجة ان هي طبعا بتتوجه لمديرية التضامن الاجتماعي اللي هي فيها إدارة الأسر المنتجة. تمام. حضرتك هي بتوجه بعينة من المنتج، مثلا زي مثال مثلا الخيامية اللي قدامنا بتاخد عينة من المنتج طبعا مع صورة البطاقة الشخصية، بتتوجه لأقرب يعني مثلا محافظة القاهرة أقرب حاجة لبيتها الوحدة الاجتماعية اللي هي إدارة الأسر المنتجة، وبتاخد عينة. فطبعا بتبقى في لجنة مختصة من الإدارة بتشوف الشغل دوت فعلا شغل يدوي مش شغل مصانع. بتقيمها. بتقيم تقييم وعلى هذا وعزل هذا بيختبرونا برضو. انا اسف لا لا اتفضل. بيختبرونا كفنيات حرف والحاجات دي، ان ممكن يخش لهم تجار هم محترفين جدا في ان هم يطلعوا الاسره المنتجه او البنت او الولد من الاسره المنتجه اللي بيشتغل بايده بالفعل. صحيح، لكن هو بيشجع الحرفي. أيوة بيشجع الحرفي. مش مساله تاجر. لا لا لا، لا مش مساله تاجر. يعني لازم سؤال لحضراتكم بقى، لو انا جيت وبعد التقييم شغلي كويس يجي منه بس محتاج ان انا اتدرب، بتتعاملوا ازاي؟ ما حضرتك برضو حضرتك في الوزاره في مراكز التدريب، تدريب وتاهيل الاسر المنتجه. برضو حضرتك هو لو عاوز يطور من المنتج بتاعه برضو حضرتك بيلجا او بيتجه لمراكز التدريب الخاصه في الوزاره، وبس انا عاوز يتدرب. التدريب مجاني؟ حضرتك بيبقى تدريب مجاني. هل بيكون في اي دعم بخصوص جانب التمويل؟ عملية التمويل لو بالذات لو تمويل ميسر مثلا؟ والله حضرتك بتبقى في الإدارة المختصة، إدارة التمكين الاقتصادي والمختصة برضو مراكز التدريب بتساعد الأسرة. طبعا بيبقى ورق بتقدمه إن الأسرة دي محتاجة ولا لأ. تمام. لو محتاجة بتوجه لهم، بيبقى في زي تدعيم طبعا يساعد المشروع يبدأ بيه. طب أستاذ كريم، إزاي حضرتك دخلت وإزاي عرفت إن أنت ممكن تعرف؟ أهم من التمويل إدارة التسويق في وزارة التضامن بتحلينا الفرصة إن إحنا نقابل الجمهور والناس من كافة المجتمع ويتعرفوا على منتجنا، فبتعمل لنا قاعدة عملاء كبيرة في ديارنا بالذات. فبالتالي أهم من التمويل هم بيجيبوا لي العميل نفسه اللي بيشغلني باستمرار. بيبقى له قاعدة جماهيرية كبيرة والمعرض بيكون لي. طيب حضرتك بتشتغل في الخيامية فقط ولا بتشتغل في حرف تانية مختلفة؟ يعني عندي فكرة عن بعض الحرف. أنا بشتغل مدرب حرف تراثية وشركة، يعني مشروعي تدريب وتأهيل للحرف التراثية. اشتغلت مع عدة وزارات مختلفة في التدريب يعني، بس بحب الخيامية إن دي أصلا حرفة أساسي أهلي وجدودي وكده يعني. كل الشغل اللي قدامنا ده خيامية مش حاجة تانية؟ لا، خيامية يدوي كله رسم بالقماش. كله رسم بالقماش. بيبقى قدامك مثلا باترون أو شكل للوحة ولا أنت بتخلقها وأنت شغال فيها كده تقعد تفكر وتبدع؟ ممكن أفكر وأبدع، بس هو الأكتر بنشتغل على الهوية المصرية، بنجيب مناظر من التراث المصري على مر العصور ونبدأ نرسمها بالقماش. بيكون أفضل، إن ده المطلوب أصلا، إن اللي بيقتني الخيامية هو عايز حاجة من الروح المصرية، لأنه هيميزك يعني. طب ياخد منك وقت قد إيه؟ يعني ده بائع للرسوس يعني. ده بائع للرسوس. دي منطقة الحطابة عامة يعني، دار المحفوظات والقلعة وشارع الحطابة كانت مشهورة للرسوس، والست وهي نازلة بالجلابية البلدي مع البيوت اللي هي يعني الحطابة، منطقة الحطابة عامة دي. طب مع الحجم ده تاخد منك وقت قد إيه؟ دي ممكن تاخد معايا مثلا أسبوع لعشر أيام، 7 إلى 10 أيام على حسب مجهودي في اليوم فيها في القطعة. إن برضو الـ 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 الشغل فيه روح فنية شوية، مش إن أنا هقعد أشتغل وخلاص. لو ما عنديش السلام النفسي والراحة النفسية إن أنا أقعد أبدع، جميل، مش هقدر أشتغل. طيب